بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من دخل بيتي، هذه قناتي بيتي. مرحبا بكل من دخل إلى بيتي، أتمنى لكم التوفيق. كل أبنائكم، الإبن تاعك من يقرأ السنة أولى حتى البكالوريا ما شاء الله بإذن الله تعالى، يا ربي الله يفرح كل وليداتنا، كل اللي عندهاش ابن يا ربي الله يفرحها فيه في نهاية هذه السنة. اليوم راح نتقاس معكم كما وعدتكم السوجي تاع الثالثة عشر. بالنسبه لا ثالثه اني، الامهات اللي عندهم لا ثالثه اني، فلا ثالثه اني ما عندناش دي ديفيكولتي. نخبرك انا واش هو الهدف اللي ليك نخرج به كاستاذه من لا ثالثه اني. اللي التلميذ اللي يكون يقرا عندي فلا ثالثه اني فلا ثالثه اني كي نقضح يكون يعرف يقرا ويكتب، سي لا ليكتور اي ليكريتور، يعني القواعد لا لو فيمينان لو سينغولي لو بلوريال، هذو كل حتى وان ما قراهم فلا ثالثه اني لا ثالثه اني راح يعاودهم من الاول. بصح التلميذ كي يروح لا كاتريام اني حتى الحروف ما يعرفهمش ولا ليكريتور ما يعرفهاش، هذه هنايا المشكل. راح نوعدكم باذن الله تعالى كي نكملوا لا سانكيام اني راح ندير دروس تاع لا ثالثيام اني ولا كاتريام اني باش يدخلوا ولادنا با ان بون نيفو. لي ثالثيام اني يدخلوا لا كاتريام اني مليح، ولا كاتريام اني يدخلوا لا سانكيام اني مليح. هذا السوجي هو مجرد مراجعة لأولادكم، يعني انتي تراجعي مع الابن تاعك لقيتي هذا هو المستوى تاعه بها ونعمت، ما لقيتيش المستوى تاعه هذا هو ما تتقلقيش منه. المهم يكون يعرف يقرا، يعرف كل الحروف داركها ويعرف لي كريتشو. نروح مباشرة للتكست. انيس ام لي زانيمو اوجوردي اي بان ان سانج ايلي ان بون بانتر، يعني انيس يحب الحيوانات. اليوم راه يرسم في قرد، سي ان بون بانتر هو رسام ماهر. طبعا بان يلون، يرسم بالتلوين، يرسم ويلون. روح لي كيسيون، عندي دو كيسيون دو كومبريانسيون عادي كيما لا سانكيام اني. كو ديسين انيس، ديسين هنايا معناها بان يعني يرسم بالتلوين. كو ديسين انيس، alors انيس peint un singe ou bien انيس dessine un singe. j'écris la phrase وهنا يليق الابن يكتب اتاشي. انيس dessine، هذا لو فيرب نستعمل هذا لو فيرب dessine ou bien نستعمل هذا لو فيرب peint. voilà dessine. هنا باش غير pour enrichir le vocabulaire تاع l'enfant. Dessine avec eux, dessine un singe. Un singe. Je n'ai pas qu'un erreur. Dessine. Le mot est en PDF. La question numéro 2. Je relève de texte les mots suivants avec. Je relève de texte les mots avec. C'est le kalimat li fiha un avec un. Les mots li fiha oui. ولي مو اللي فيها ان افيك اي ان، هذه ان وهذه ان. عندنا حنايا ان جيكري ان افيك اي ان افيك اي ام افيك او اي ان او اي ام ا اي ان اي ا اي ان، هذو لسته سي ان. فوالا ان. غادي نروح للنص نخرج الكلمه اللي فيها او اي ان، سي بان كاين بان وكاين بانتر، وحده فيهم اللي كتبتها سي جوست. هنا يلقى التلميذ يكتب اتاشي هنا اون كيرسيف بان ولا بانتر، لي دو سون جوست. لو مو اللي فيها وي ها هوينا او جور دوي، تقول لي حنا هنا كاع بلا ما تقري التلميذ كي يشوفها يعرفها، بصح حنا يلقى التلميذ الابن يلقى يديها في راسه بلي هذه كي يشوفها يقراها وي. لو تخو لوتر مو سي ان سي لو مو سانج، سانج فوالا سانج. هادو شوف اللي عندها لا ثالثيام اني كون عندهم عليهم متمكن حتى ما قراهم في لا ثالثيام اني نعاودهم في لا كاتريام اني. ان هذه وي وهذه ان،
هادو كل الحروف نعاودوهم في لاكاتخيام اني نعاودوهم بصح لا سانكيام اني والو صاي طفرت. ليكزارسيس نيميرو 3 جيكري لي سيلا بور اوبتونير بور اوبتونير دي مو هادو لي سيلا نكون بهم كلمات. عندي ان و ب سي لو بان لو بان الخبز. عندي مو وشا سي لو شا مو الجمل لو شا مو. عندي جا ما بي سي ان بي جا ما ان بي جا ما. اكتشفي بلي راني نكتب هنايا مانيش نكتب اتاشي من الكلمات مالهاش اون كيرسيف بصح التلميذ يليق يكتبها. دوك نعاود نكتبها لكم اون كيرسيف. عندي ج اي كا اون كاج صندوق اون كاج نكتبها هنايا اتاشي. هنا معليش علمي الابن تاعك يكتبها اتاشي سي لو بان لو بان ا اي ان لو شامو. ها شوف ما رفدش يديا لو شا شوف يدي نهائيا ما نرفدهاش باش نكتب لو مو جوست. ها لو شامو ان بيجاما ان ها ريكاردي ها بي جا ما نعاود نحوط على الحرف باش ما نرفدش يدي. ها ان بيجاما اون كاج ها لحظي لحظي بلي ما راحش نرفد يدي. ها هو اون ها كاج هاك افيك ا نعاود نحوط عليه نعاود نكتب ج نحوط عليه ونعاود باش نكتب او وما نرفدش يدي باش الابن تاعك يكتب مليح يلق ما يرفدش يده من يكون يكتب فيها اتاشي يكتب فيها متلاصقه. La question numéro 4. Je relis le mot avec son contraire. نربط الكلمة بضد التحد. قولي أستاذ راه واعر والله حتى وإن جاك واعر دير للابن تاعك منه يستفيد ومنها يدي حاجة في راسه. قريتي ابنك قري. عندي بلان عامر فيرمي مغلق ألومي شاعل أوفار مفتوح إيتان مغلق فيت خالي. دوك نربط لي كونترير نربط لي كونترير مع بعضا. عندي بلان مع فيت داك خاوي فارغ وهلاخر فارغ فيرمي مع اوفر الومي مع ايتان. هذه الكلمات نستعملهم في القسم بحال ما كانش درس ما كانش درس بصح نستعملهم في القسم. نروح ل لا كيسيون نيميرو 5. رومبلاس لو نون سوليني بار ان برونون بيرسونيل ايل او بيان ال. يعني لو برونون اللي راني مسني مسطره تحته واش يجي في بلاصته ايل ولا ال. اللي كان مذكر سي ايل واللي كان مؤنث سي ال. Regardez la phrase. Julia mange le fromage. Julia féminin. مؤنث. Il m'a dit il ou la elle. Alors c'est elle. Ha, elle. Ou elle, n'écrivez pas attaché. N'écrivez pas comme ça. Elle. Ha. E majuscule. Elle. Le deuxième elle et e. Voilà. نعلم بقى تعلمي الابن تاعك يدير يكتب هاد الكتبه المتلاصقه يليق يعرف فيها صعب ما يرفدش يده يحرك يده بصح ما يرفدهاش. نروح لا كيسيون نيميرو 6. هاد لا كيسيون هذه في كل الاختبار تاع السنه الثالثه تجي. جيكري اون كيرسيف واش معنى هذا السؤال؟ يعني اكتب الكتبه المتلاصقه اكتبها متلاصقه. هذه متلاصقه وذي متلاصقه وذي متلاصقه وذي متلاصقه. وحنا رانا دايرين هادو هادو حنا شنو نقولوهم لي زانتيغرين. التلميذ باش يكتبها جوست باش نعطيه النقطه كامله يليق انا نقول له جو دو ريسبكتي لي زانتيغلين يليق يحترم ابعاد الحروف. كاين احيانا باللي الاساتذه تاع اللغه العربيه ما عندهمش الاحترام ابعاد الحروف. احنا الاساتذه تاع الفرنسيه نحصلوا
هنا التلميذ اللي يتعلم يكتب أبعد الحرف بأبعاده. أنا نعطيك القاعدة العامة، الحرف اللي يطلع الفوق يطلع بتخوازان تغلي، الحرف اللي يهود يهود بدوزان تغلي، والحروف الصغار عدهم أن سول أن تغلي بياض واحد، اللي يطلعوا ثلاثة، اللي يهودوا يهود بزوج بياضات، والحروف الصغار عندها أن سول أن تغلي بياض واحد. عندي لو دي هذا دوزان تغلي، وعندنا لو تي عنده دوزان تغلين وشوي، دوزان تغلين اي ان بو وفوقه شوي، دوزان تغلين اي ان بو. هذه هي القاعده العامه. ان شاء الله كي نكمل لا سانكيام اني راح ندير لكم فيديو نيشان ليكريتور كورسيف، بصح ان شاء الله باذن الله تعالى حتى نكملوا لا سانكيام اني. اي نروح شافيك بان ان دان، هنا شافيك هنا سي ان نون بروبر. الجمله باش نكتبها يليق هاد لا بروميير ليتر تكون اون ماجوسكول، يليق يعرف يكتب السي توت لي ليتر، يليق يكون يعرف يكتبها اون ماجوسكول. لا فراس تبدا بار اون ليتر ماجوسكول، اي لي ليتر ماجوسكول كاع عندها ثلاث بياضات، توت لي ليتر ماجوسكول تخوا انترلين. هاي شوفي معايا جيكري شا فيك، ها سي ماجوسكول فوالا، ركعدي ثلاث بياضات 1 2 3 الاشر، شوف الاشر طويل يعني ثاني هو 3 انترلين شا. الا حرف صغير ان سول انترلين شا. الاف ها هذا هو الاف اتاشي، يطلع ويهود هنا يطلع بثلاثه ويهود بزوج، ها نطلع 1 2 3 ويهود بزوج شا فيك. ك ثاني يطلع بتخوا زانتيغ لين شافيك بان، راك شوفي البي، البي هود يهود بدو زانتيغ لين دو، هاي ها بي ويهود هنا تحت السطر يهود دو زانتيغ لين. الأو أن سول أنتيغ لين، الإي أن سول أنتيغ لين، الأن أن سول أنتيغ لين، التي قلت لكم دو إي أن بو زوج وشوي. كي نكمل ندير لا بار دو تي وندير النقطة تاع لي بان ها هنا هذا حرف صغير وهذا حرف صغير، لو او ان سول انترلين، الان ان سول انترلين ان دان، لو دي راني قلت لك دوز انترلين، وهذه الحروف الصغار كاع ان سول انترلين ان دان. ها نكتبها معاك فوالا، لو دي دوز انترلين، لو ا، لو اي، اي لو voilà. وندير لو بوان، ندير لو بوان هنا باش يدي النقطة كاملة، باش يدي النقطة كاملة يليق يكتب لا بخوميييغ ليتر اون ماجيسكول ولا فراس تكمل بنقطة، وهنا يليق له يحترم البياضات تاع الحروف. يعني حنا في الفرنسي عندنا كل حرف عنده البياضات الخاصة به، حنا نقولهم لي زانتيغلي. هذا هو الموضوع اللي كنت محضرته لكم، اللي جاكم واعر ولا جاكم صعيب ولا خاصكم وحد اخر مادام هاد الويكاند، كتبوا لي في لي كومونتير وان شاء الله باذن الله تعالى ندير لكم وحد اخر يكون اسهل من هذا باش تراجعوا، لا بالنسبه لا ثوازيام اني لا بالنسبه لا كاتريام اني، بالنسبه لا سانكيام اني ان شاء الله باذن الله تعالى راح نستأنفوا الدروس جمعة في المساء ولا السبت ان شاء الله باذن الله تعالى، غدا جمعة باذن الله تعالى راح ندير لكم لا سانكيام اني، ولا كانت لي كومونتير بزاف على ثوازيام اني ولا كاتريام اني مادام هما عندهم امتحان راح نعاود لهم امتحان، ما كانش كاينه كانت كاينه على لا سانكيام اني راح نعاود نستمر ندير دروس الدعم تاع لا سانكيام اني، راه هي اللي راها هي الفائده، هي اللي رانا حاسين معاه. مرحبا بكل اللي تلحق بقناتي، ونشكركم كثير الشكر على كل لي كومونتير وعلى كل التعليقات الايجابيه، مرحبا بكم، مرحبا بكل اللي تلحق بالقناه تاعي، وكل اللي شجعني، وكل اللي قال لي كلمه طيبه اعجلها له ان شاء الله في ذريته، ان شاء الله يلقاها ذريه طيبه، وان شاء الله ربي يفرحكم ويفرحكم بوليداتكم ويفرحكم بصحاحكم، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى.